الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في فصل آخر من فصول قصة يوسف عليه السلام التي قصها علينا رب العزة والجلال في هذه السورة العظيمة، نأخذ الموقف الذي كان من نسوة أهل المدينة تجاه امرأة العزيز وتجاه يوسف عليه السلام، فلعلنا نستمع لعدد من الآيات من هذه السورة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يذكر الله جل وعلا موقف أهل المدينة في هذه القصة حينما راودت امرأة العزيز فتاها وعرضت عليه نفسها وأتاحت له أن يأتيها، فامتنع خوفا من الله ومراعاة لحق سيده الذي أحسن إليه. وحينئذ شاع الخبر في أهل المدينة وعلموا بالقصة وبدأ الناس يتناقلونها، وحينئذ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، يعني زوجة الرجل الكبير والوزير العظيم، وهي امرأة هي التي تراود فتاها عن نفسه. فهنا ثلاثة أمور أو أربعة تجعلنا نلومها ونوجه إليها القدح الشديد. أولها أنها تتعلق بالعزيز الذي له مكانته ومنزلته، وثانياً أنها تتعلق بالمرأة بحيث لو ثبت عليها شيء من هذا لنفر منها زوجها الذي له المكانة، وثالثاً هي امرأة تشرئب الأعناق لرؤية لمكانتها، فكيف يقع منها هذا الأمر؟ ثم هي المرأة وهي التي تراود وليس الرجل، ثم هذا الذي تراوده فتاها
أي مملوكها الذي ينبغي أن يعامل معاملة المماليك وهي سيدة، فكيف تقوم بإنزال نفسها إلى درجته؟ قالوا: لم يكن منها ذلك إلا أنه وصلت محبته إلى أصول قلبها حتى وصل إلى شغاف القلب الذي هو أدنى مواطنه، وحينئذ قالوا: إنا لنراها في ضلال مبين. الضلال هو ضياع الطريق، يقال ضل الطريق بمعنى أنه ضله ولم يهتدي إلى الطريق الصحيح. وضلالها ضلال بين كل يشاهده وكل يعلمه، وحينئذ كانوا يتوجهون لها باللوم. هذا اللوم كان على جهة المكر من هؤلاء النسوة تجاه امرأة العزيز، إما لأنهم يريدون أن يشاهدوا يوسف الذي تعلق قلب المرأة به، وذلك أن من طبيعة البشر أن يتطلعوا لرؤية الشيء الغريب العجيب الذي يسمعون به ولم يروه، أو لأن من شأنهم أن يحاولوا أن يرفعوا من أمكنة أنفسهن بضاعة مكانة امرأة العزيز، ولذا سمى فعلهن وحديثهن بالمكر. والمكر التدبير الخفي والخطط السرية، فكان ما يتداولنه من أحاديث نجوى يعتبر من أنواع المكر والكيد. نقل حديثهن لامرأة العزيز، وهي امرأة نافذة لها أمرها ونهيها، وحينئذ أرسلت إليهن، أي بعثت إليهن مندوبا يطلب منهن الحضور إليها، وجهزت لهن متكأ أي مكانا جميلا فيه أنواع ما يحتاجون إليه مما يريحهن، وأعتدت لهن متكأ أي جهزته، وآتت أي أعطت كل واحدة من هؤلاء النسوة سكينا ليقمن بتقطيع الفاكهة التي وضعتها بين أيديهن، إما أنها من الأترج أو البرتقال أو غيرها من أنواع الفواكه. حينئذ قالت ليوسف، قالت امرأة العزيز ليوسف: اخرج عليهن. كأن المكان الذي جهزته لهن خارج بيتها مما يعد للضيافة والاستقبال، فطلبت منه أن يخرج من البيت عليهن وليكون عندهن فيشاهدنه، مما يدل على أن مكانتها بقيت على ما هي عليه، وأن أمرها ونهيها لا زال نافذا. فخرج يوسف على النسوة، فلما رأينه غفلن عما بأيديهن من الفاكهة ومن السكين، وتعلقت أبصارهن بهذا الرجل الداخل عليهن، وحينئذ قطعن أيديهن، أي جرحنها أو قطعن بعض أصابعها أصابعهن بسبب انبهارهن بهذا الرجل الذي دخل عليهن، وحينئذ هالهن جماله وما عليه من منظر حسن، فقلن حاش لله
أي نستبعد أن يكون هذا الرجل من البشر، وإنما هو من الملائكة. فهذه الصفة من الجمال والحسن لا يوجد عليها أحد من الناس، ولذا قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم أكرمه الله بحسن منظره وهيئته. فلما رأينا جماله الظاهر أرادت امرأة العزيز أن تظهر لهن عفته وجماله الباطن، بحيث تنتفي عنها بعض الدعايات الكاذبة، ليتبين لهن أن هذا الذي تكلمن فيه رجل عفيف. فقالت لهن: فذلك الذي لمتنني فيه، أي هذا هو الشخص الذي قمتن بتوجيه اللوم والعتاب علي بسبب محاولتي معه، ونعم لقد كان مني المراودة وحاولت فيه. ولذا قالت: ولقد راودته عن نفسه، أي أعملت الحيلة من أجل أن يقدم إلي راغبا، وإن لم يكن ذلك من صفاته وخلقه، إلا أنه استعصم، أي طلب العصمة بالبعد عن هذه الفاحشة التي طلبته إليها. ولكنها توعدته بالعقوبة، وفي ذلك الموقف تحول الحال من مكر امرأة واحدة إلى مكر نسوة عديدات معه. ولذا قالت لهن: لئن لم يفعل ما آمره ويكون معنا حينئذ لندخلنه السجن ونحبس حريته حتى يستجيب إلينا، وبالتالي يكون صاغراً ذليلاً مهاناً لكونه لم يستجب لنا. فإذا كان صغيراً مهاناً فقد يطلب منا بعد ذلك أن نعفو عنه بأن نمكنه من أنفسنا ليخرج من سجنه. حينئذ كان الموقف عظيماً بالنسبة ليوسف، فهو يريد أن يبتعد عن الفواحش، وبدل أن يسلم من كيد امرأة فإذا بكيد نسوة عديدات حوله، فما كان منه إلا أن فزع إلى الله أن يطلب منه الخلاص منهن. ولكنه لم يختر أفضل الحلول، وإنما اختار ما قدروه له وما حكموا به عليه، ألا وهو السجن. ولو قدر الله جل وعلا أن دعا بالسلامة منهن بدون أن يدعو بالسجن لكان ذلك أولى في شأنه، فقال: رب السجن أحب إلي. وكانت دعوته بالسجن لأمور يريدها الله عز وجل، ولحكمة أرادها، ليظهر علمه وقدرته على تأويل الرؤيا، وبالتالي تحتاج إليه ملك زمانه فيوليه خزائن الأرض لحكمة قدرها رب العزة والجلال. فتوجه يوسف إلى ربه بالدعاء فقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كان يوسف موحدا يصرف عبادته لله، وبالتالي توجه بدعائه إلى ربه جل وعلا، وبين أن هذا الذي يدعونه إليه أمر شديد عظيم، ولذا
حاول أن يتخلص منه ولو كان ذلك بدخوله في السجن، ولذا قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم بين أن هؤلاء النسوة وما عندهن من كيد لا يمكن أن يصرف عنه إلا برحمة من رب العزة والجلال، ولذا أكد في طلبه ودعائه من ربه أن يصرف عنه كيدهن، وقال: وإلا، يعني إذا لم تصرف يا ربي عني كيدهن، أي تدبيرهن السيئة الخفي ومكرهن، فإني أخشى على نفسي من أن أصبو إليهن فأختار ما يطلبنه لي من فعل الفواحش، وحينئذ أكون من الجاهلين، أي أبتعد عن طاعة الله عز وجل، وأكون في حياتي المعصية والرذيلة. فاستجاب له ربه، أي أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه حقق له مراده بإبعاد كيدهن عنه، فصرف عنه ما يخططن له من أنواع الخطط الماكرة، وذلك أن الله جل وعلا سميع يجيب دعوة الداعي متى دعاه، وهو عليم بمن أراد الطهارة والعفاف فيقدر له ذلك. لكنهم بعد مدة رأوا أن سجنه يقضي على هذه السمعة التي جاءت لهذه المرأة، امرأة العزيز، وهؤلاء النسوة، فإن هؤلاء النسوة كن من كبار القوم ولهن مكانتهن ومنزلتهن، فخشين على أنفسهن من أن تتأثر مكانتهن في مجتمعهن أو عند أزواجهن، ولذا ضغطوا واقترحوا الاقتراحات المتعددة بأن يدخل في السجن، مع أنهم قد رأوا آيات وعلامات عظيمة ينبغي بهم أن يتأملوا فيها، فإنها دليل على نزاهة هذا الرجل وأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه، فبدا لهم، أي تغير رأيهم وظهر لهم من جديد أن الأحسن بحسب رأيهم أن يدخلوه السجن. وثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات والدلائل الدالة على صدق يوسف وسلامته ونقاوته وأنه ليس من أهل هذا الشأن، حينئذ بدا لهم ليسجننه حتى حين. قالوا: وادخلوه السجن حتى تذهب هذه الشائعات ولا يبقى لها ذكر. فكان في هذه الآيات عدد من الأحكام والحكم والفوائد، فمن تلك الفوائد التذكير بأن من شأن النساء أن يتحدثن فيما بينهن بمعايب الآخرين وما ينقل عنهم من إشاعات، وبالتالي ينبغي بالمرأة أن تحذر من أن تستعمل لسانها في القدح واللمز والهمز تجاه الآخرين. وفي الآية أن من كان له مكانة عالية فإن فعل القبيح منه أشد أثراً ووقعاً وجرماً ممن هو أقل منه.
وفي هذه الآيات أن شدة المحبة عند الإنسان تعميه وتجعله يتصرف بالتصرفات غير المستحسنة وغير اللائقة به. وفي هذه الآيات أن الإنسان متى تصرف بالعاطفة فإنه يقع في أخطاء وضلالات، والواجب أن تحكم العواطف بشرع الله عز وجل بحيث لا يتصرف الإنسان بأي تصرف حتى يعرف حكم الله فيه. وكم من إنسان أراد أن ينصر دين الله بما ظنه في عاطفته من نصر دين الله، فيكون هذا من تحقيق عكس مراده في هذا الأمر بسبب أن عاطفته لم تحكم بشرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن من شأن الإنسان عندما يقع في شيء من المنكرات ويهم به أن يرغب أن يكون الآخرون ممن يفعلون مثل ذلك المنكر ليبتعد عنه اللوم ولا يتوجه إليه. وفي الآيات أن من طبيعة الناس رغبتهم في الاطلاع على ما لم يشاهدوه مما يتعجبون منه. وفي الآيات أيضا من الفوائد أن الناس في الزمان الأول كانوا يقيمون مواطن الضيافة خارج محال سكنهم، وفي هذه الآيات مكروا امرأة العزيز لهؤلاء النسوة بحيث يكون منهن إعجاب بيوسف فيكن تحت قيادها وتحت تصرفها ويمتثلن لما يصدر منها. وفي هذه الآيات أيضا أن اجتماع النسوة الذي لا يبنى على أساس صحيح من اتباع الشرع قد يكون سبب من أسباب وقوعهن أو وقوع غيرهن في شيء من المعاصي. وفي هذه الآيات أن عقوبة السجن كانت موجودة في الأزمنة الأولى، ولذا كان السجن موجودا في عهد يوسف عليه السلام. وفي هذه الآيات أن العبد متى تعرض إلى شيء من الفتن ينبغي به أن يتأمل وأن يطلب أحسن الطرق التي تجعله يسلم سلامة تامة من هذه الفتن. وفي هذه الآيات الابتعاد عن كل ما يدعو إلى فعل الفواحش، فكل أمر يقرب من فعلها فإنه يجب على العبد أن يبذل الأسباب للابتعاد عنه. ويشهد لهذا قوله تعالى لا تقربوا الزنا، فإنه لم ينه عن الزنا مجردا بل نهى عن قربانه، مما يتضمن النهي عن كل فعل قد يؤدي إلى تلك الفعلة المشينة، سواء كان ذلك بالاختلاط أو كان بالتبرج والسفور أو كان بالخلوة بالمرأة الأجنبية أو بالسفر بها أو نحو ذلك من الأسباب المؤدية إلى تقريب هذه الفعلة الفاحشة. وفي هذه الآيات أن ابتعاد الإنسان عن النساء الأجنبيات أسلم لدينه
وأطهر لعرضه، فإنه قد يتكلم في عرضه بمجرد مقابلته ومحادثته معهن. وفي الآيات فضل الله على يوسف عليه السلام حيث صرف عنه كيد هؤلاء النسوة، وفي الآيات أن الله تعالى يجيب دعوات الداعين ويستجيب لما يطلبونه منه جل وعلا، كما استجاب لدعوة يوسف عليه السلام. وفي الآيات أن المكر السيء والكيد الخبيث يعود إلى أصحابه ويكون ضرره عليهم، وأن من يكاد فإنه لا يحيط مكر هؤلاء به، ويجعل الله له مخرجا متى اعتصم بالله وتمسك بدينه. وفي الآيات أن الله جل وعلا قد يقدر على العبد أقدارا لا يرغبها، فتكون العاقبة الحميدة له في تلك الأقدار. فيوسف عليه السلام كان يريد سلامة نفسه، وحينئذ قدر الله له السجن، والسجن قد يكون غير مرغوب فيه، لكنه كان من أسباب رفع الله جل وعلا له وإعلاء شأنه في زمانه. فهذا شيء مما في هذه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وأن يوفقكم للخير، وأن يعينكم، وأن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين قاطبة، وأن يجعلهم متمسكين بشرعه، سائرين على دينه، عاملين بكتابه، مهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.